من جديد كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز خامس على التوالي والتربع على صداره الدوري، ودايما يا رب النادي الاهلي في انتصارات وبطولات. سعدنا بعد انتهاء اللقاء يكون معنا كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. الف مبروك الفوز والف مبروك الاداء والبصمات اللي بتوضح مباراه بعد الثانيه. الحمد لله طبعا، تحياتي طبعا كابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي. مباراه بالنسبه لنا كانت مهمه جدا، بتلعب برده تاني الدوري، فرقه منظمه عندها مدرب كويس. كان مهم جدا ان احنا الحمد لله برده ناكد ان خصوصا بعد اداء الماتش اللي فات ما كانش مرضي بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا، فكان مهم جدا ان احنا ناكد النهارده على الاداء والنتيجه. فاعتقد الحمد لله النتيجه مرضيه لينا واداء الحمد لله مميز نقدر نبني عليه الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سامي، يمكن كمان يعني بقى في تشكيل او شكل ثابت للنادي الاهلي، فورمات ثابت ايا كانت العناصر اللي موجوده، الحمد لله كلها بنفس الاداء وبصمات الجهاز الفني بقت واضحه، وبقى في كلام متقال احنا كمان كجمهور ملاحظينه قبل كمان النقاد، وان في حاجه متقاله في الملعب وفي جمل وفي سيستم لعب ماشيين بيه الفتره دي. الحمد لله لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه، والراجل مركز جدا ويهتم بتفاصيل كتيره جدا في الفرقه، وعامل منافسه كويسه بالفرقه. النهارده تاو بيلعب وبيسجل هدف كويس، برونو بيواصل برضو اداء طيب وسجل هدف برضو مميز. فاعتقد الحمد لله في منافسه كبيره بين الفريق كله، مردودها باين في الملعب. ان شاء الله اي لعيبه جاهزه، اللعيبه كلها بتتمرن كويس بتادي كويس، والشكل ده ان شاء الله نقدر نحافظ عليه المباريات القادمه ولحد ما ننهي ان شاء الله بطوله الدوري وكل البطولات اللي احنا بنشارك فيها. التعامل مع الفريق بشكل كامل كل الاسكواد سواء فنيا او نفسيا شايفه ازاي، خاصه في ظل غياب اي عنصر للاصابه او لاي ظرف؟ الحمد لله البديل جاهز وبنفس المستوى. يعني انت بتتكلم في لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم، يعني لعيبه عندها خبرات، لعيبه مميزه. يعني انت عارف مش اي حد يقدر يلعب في النادي الاهلي بالضغوط اللي فيها ديت وطموح جمهوره. فاعتقد ان كل لعيبه تبقى مستنيه فرصه بس اللي هي تثبت نفسها وتاكد قدرتها اللي هي تكون موجوده في النادي الاهلي، وده الحمد لله كان مردوده موجود في المباراه ديت والمباراه اللي فاتت كلها. فاعتقد الحمد لله المنافسه دي في صالح الفرقه وفي صالح النادي. ان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر الفتره اللي جايه تكون احسن واحسن. الحمد لله برضو عندنا يعني ضغط مباريات مهم جدا ان احنا يبقى في روتيشن، الراجل بيحاول برضو يحافظ عليه من خلال التدوير باللعيبه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. السؤال الثاني عن المباريات القادمه، المباراه الجايه في الاتحاد وبعدها فيوتشر، مباراتين مهمتين وكمان فرق مستواها محترم، شايف المباراتين دول ازاي والاستعداد ليهم الفتره الجايه هيبقى شكله ازاي؟ خلينا نتفق بس ان كل مباراه صعبه، يعني كل مباراه دوري صعبه، دوري صعب جدا. يعني فرق مستعده كويسه، عندها اجهزه فنيه مميزه، عندها لعيبه مميزه. مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا كل ماتش بالنسبه لنا 3 نقاط، لانك انت بتلعب على بطوله بقالك سنتين مش موجوده بالنسبه لنا، ودي كانت حاجه صعبه جدا علينا وعلى جمهورنا وعلى تاريخ النادي الاهلي نفسه. فاعتقد الحمد لله ان احنا درس السنين اللي فاتت ان شاء الله ما تكررش، كل ماتش بناخده لوحده، كل مباراه بنقدر نستعدلها لوحدها. فاعتقد ان شاء الله اللي احنا خلاص خلصنا مباراه المحله، نركز بقى في مباراه الاتحاد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، نستعد كويس نقدر نحقق 3 نقاط ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي طول عمره جمهور عظيم، ولكن المشهد النهارده عايز تعليق حضرتك عليه، خاصه المباراه خارج القاهره في المحله، اداء الجمهور وعدد جمهور النادي الاهلي كان اكبر من جمهور المحله، تعليق عليه. ده دايما جمهور النادي الاهلي دايما موجود في الموعد في كل الاوقات. يعني بشكره طبعا على تواجده، بشكره على الدعم اللي هو اداه للعيبته، واعتقد بيبقى المردود غير. يعني وجود جمهور النادي الاهلي معانا ومع اللعيبه بيبقى مختلف جدا. يعني النهارده اللعيبه بقى لها فتره كبيره جدا ما بتلعبش في وجود جمهور زي دوت من بدايه المباراه، وهو بيشجع الفرقه وبيديها دفعه قويه وبيحسسهم بالمسؤوليه. فاعتقد اللعيبه كان النهارده عندها حماس كبيره جدا، لا ما ترجعش جمهور النادي الاهلي ده لما اكون سعيد بالاداء وبالنتيجه. فاعتقد الحمد لله كان مردود كويس ليهم، واتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه جمهور النادي الاهلي يبقى اكتر واكتر، ويبقى بعد ربنا دايما داعم لينا، وان شاء الله نبقى على قد الثقه اللي هو اللي جمهور النادي الاهلي بيديها الفرقه. يعني شكرا كابتن سامي، اتمنى لكم دوام التوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاء مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، وزي ما قالوا كمان مستر مارسيل كولر اتكلم في المؤتمر الصحفي، اتكلم على قد ايه جمهور النادي الاهلي النهارده كان عظيم، وابدا اعجابه بجمهور النادي الاهلي ان مباراه خارج القاهره زي ما قلنا من قبل المباراه، وجمهور النادي الاهلي يعني زي ما بنقول بنرسم لوحه فنيه اكثر من رائعه في المدرجات، ممكن ده انعكس على اداء اللعيبه. يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات. ببارك لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ودايما يبقى النادي الاهلي في المقدمه. كابتن ايمن، كلمه حضرتك، اتفضل.